أخبار اليوم. حسن النحلة نقيب عام المرشدين السياحيين. أستاذ حسن، كلمني عن حركة السياحة في مصر والتصريحات التي أدلى بها سيادة الوزير في هذا المؤتمر، وكيفية النتائج التي ستأتي بعد هذه التصريحات وبعد هذا المجهود التي تبذله وزارة السياحة في تدعيم حركة السياحة في مصر. طيب خلينا نتكلم كده ونقول ان احنا نتكلم على اكتر من محور، لان احنا في ازمه بقالنا تقريبا 5 سنوات من ثوره 25 يناير حتى اللحظه. حتى السياحه القادمه لمصر وان كان تعدادها بيصل الى 10 مليون او 5 مليون في شرم الشيخ والغردقه، فده كانت سياحه شواطئ، سياحه شواطئ اللي بتديرها برضو شركات اجنبيه تركيه تحديدا، من روسيا ومن اوكرانيا ومن صربيا ومن دول كثيره جدا. والنهارده هم كل موقف سياسي يختلفوا معاك فيه بيهز او بيرج السوق السياحي تماما. النهارده لاول مره في الازمه الاخيره انا شايف ان في تفهم قوي جدا للمنظومه السياحيه، تحويل المنظومه السياحيه من العشوائيه اللي تخبطت فيها سنوات سابقه الى منظومه النهارده بتحاول زي ما بيقولوا يفتحوا قنوات التواصل بين كل العاملين في القطاع، بين كل اصحاب الراي، بين كل اصحاب الخبره، علشان يبني منظومه سياحيه حقيقيه. النهارده في المؤتمر في 3 محاور يتكلم فيهم سياده الوزير. المحور الاول هو تنشيط السياحه الداخليه. انا شايف ان المبادرات المطروحه النهارده من قبل هيئه تنشيط السياحه ووزاره السياحه هيكون لها مفعول السحر على المواطن المصري وعلى السياحه المصريه. بمعنى ايه؟ واحد، المواطن المصري النهارده اصبح لديه المقدره من اي طبقه من طبقات المجتمع ان هو يقدر واولاده يزور الاقصر واسوان، المدينه الساحره اللي بنتكلم عليها اللي هي اثار وحضاره وتاريخ مصر، اللي هو من خلاله يحافظ على حركه دوران العجله السياحيه وما نقفلش فنادقنا في الاقصر واسوان، وما نوقفش مراكبنا في الاقصر واسوان، طول ما في سائح مصري هتتحرك المراكب، فده حفاظ على الايدي العامله. 2، المواطن المصري وابنائه، كل ده بيزيد عنده الوعي والمعرفه والخبره ببلده وتاريخ بلده وحضاره بلده، وبيستمتع وبيشعر بانتمائه الوطني اكثر واكثر لهذا البلد. فدول محورين من السياحه الداخليه، اعتقد اللغز ده اتحل بالبرامج اللي عرضت النهارده واللي اتعرض بالتفصيل ايضا على مواقع الوزاره ومواقع النقابه للمرشدين السياحيين عندنا في خلال 24 ساعه الجايه، انها تعمل حل جذري للسياحه الداخليه. طيب السياحه العربيه والخليجيه، بنتكلم النهارده برضو في فتح خطوط طيران جديده من الخليج، من لبنان، تنشيط حركه الطيران بيننا وبينهم، تقديم تسهيلات اخرى عشان نجيب سياحه عربيه يضخ عمله صعبه، بالاضافه للسياحه الدوليه. السياحه الدوليه ماشيه على كذا محور بقى. الاول، احنا لا نخفي سرا يعني ان احنا قدمنا حرب اعلاميه قويه جدا شعواء من بعض الدول في اوروبا طبعا وامريكا، لا نخفي ذلك يعني. واللي يقول لك دي مش مؤامره، لا اقول له هي مؤامره حقيقيه، بس مؤامره سياسيه بتطلع بذكاء. فانت لما تشوف المؤامره السياسيه اللي بتلعب بالذكاء برضه تعاطى مع الازمه بما يجد حلول لهذه الازمه. يعني اقول ايه؟ ببساطه شديده هم قاعدين يرسخوا في ذهن المواطن في العالم كله ان احنا عندنا ارهاب، ان احنا عندنا طياره مش عارف ايه، ان احنا عندنا ظروف سيئه، ان احنا عندنا احنا عندنا، خلاص احنا مش سامعينهم ومش شايفينهم، تعال نشوف الجانب الاخر. الجانب الاخر احنا نبدا نعمل فعاليات ايجابيه احنا بقى، يعني احنا نعمل سياحه داخليه وسياحه عربيه ونحتفل ونعمل كرنفالات ونستضيف نجوم العالم في الرياضه وفي الفن وعلماء وفي الفلك ويعملوا محاضرات وندوات وينتشروا في كل ربوع مصر. كل هذه الفعاليات الايجابيه هتتكلم من خلال اجنده على مدار العام، والاجنده دي دلوقتي في نقاشات كثيره جدا ما بين الوزاره والنقابه وهيئه تنشيط السياحه عشان وضع اجنده حقيقيه خلينا اكون صريح معاك، هو لازم يحصل ازمه عشان نقدم تسهيلات للناس؟ نفس السؤال ده اتسالته من خلال الاسبوع اللي فات، قال لي هو لازم ازمه عشان نقدم تسهيلات. للاسف انا كنت بعيب على الدوله هذا الموضوع دائما، ان احنا كل ازمه نلجا للمصريين، نلجا للعرب. طب ما يا جماعه خلونا عندنا اجنده ثابته للمواطن المصري والمواطن العربي وللسياحه الدوليه، ده اللي احنا بنعمله النهارده، واللي احنا مصرين في هذه الازمه نستثمرها للخروج باجنده ثابته، يبقى كل مواطن في كل مكان في مصر عارف هيروح فين وامتى وازاي وبكام. طب السياحه الفتره الجايه يعني نهائيا هي هتعتمد على السياحه المحليه؟ لا. الداخليه؟ لا، يعني الفتره اللي جايه هل وزير السياحة وزارة السياحة بتعد برامج للاعتماد على السياحة الداخلية فقط ولا؟ لا، أنا قلت لسيادتك في أول الحوار إن السياحة الداخلية ما هي إلا إمتاع للمواطن المصري ببلده، ما هي إلا حفاظ على دوران عجلة السوق، وده حق المواطن المصري في أي وقت زي ما اتفقت مع حضرتك. لكن السياحة الدولية إحنا قادمين وقادمين بقوة، بمعنى أصح يعني النهارده أنت عندك مواطنين إنجليز كتير جدا في مصر، في الأقصر وفي أسوان وفي شرم الشيخ. عندك مواطنين كثيرين جدا جدا من كل دول العالم، عندك أسواق بتفتح، عندك دول ما حطتش حظر على السفر لمصر، وبالتالي هي زي ما نقول كده برضه يعني إيه، سحابة صيف زي كل اللي عدى علينا قبل كده. وبعدين انا رب ذرات النفع، يعني كان دايما يقول لك مصر فيها ارهاب وبتحارب الارهاب ما فيش فيها سياحه، لما تلاقي عشرات الالاف
خارجين من مطار شرم الشيخ يبقى كان عندنا سياحه ولا ما عندناش. دي لوحدها صوره ذهنيه جديده للمواطن في العالم كله ان الميديا اللي كانت عنده كانت بتكذب عليه. كم من عشرات الالاف اللي عادوا بعد المجهود اللي عمله وزاره السياحه؟ كم انا بتكلم على الخارجين اللي خارجين بعد مجهود وزاره السياحه في اللحظات اللي احنا فيها. في اللحظات اللي احنا فيها لسه لم يعد اللي خرجوا، لان دي زي ما انت عارف فتره انتقاليه. الناس لسه النهارده في حاله لغط، في حاله تصريحات من دول، في حاله لغط اعلامي. بحلول اعتقد يعني نهايه هذا الشهر اللي احنا فيه الناس هتكون وصلت للمعلومه الدقيقه، يكون عندنا تحقيقات، الطائره خرجت بشكل ايجابي ان شاء الله. المواطن في العالم كله بقى ذكي جدا جدا، فهو مش مستني ياخد معلومه من مصدر واحد، بيعمل تصفح لكل الجرائد وكل المواقع الالكترونيه وكل القنوات الاخباريه، وفي النهايه كمان ما بيقتنعش باي حاجه اسمعها غير بالمنطق، فيبدا يحلل. وعشان كده انا بقول لكل قنواتنا الاعلاميه ولكل وسائلنا المقروءه والمكتوبه والمسموعه، لازم نصل لكل العالم، لازم انا بقول لكل وسائل الميديا المصريه تستمر في الحمله القويه جدا اللي هم عاملينها دي، اللي بشكرهم عليها، لان كل خبر وكل كلمه وكل حاجه بنقولها على مواقع التواصل الاجتماعي بتاعتنا بتصل للعالم كله. فلابد ان احنا النهارده نساهم بكل اسهام قوي زي ما احنا شغالين لعوده السياحه بشكل قوي ان شاء الله.